السلام عليكم. في هذه المحاضرة شرح لثلاثة أمور وهي الـ On Delay Timer, Up Down Counter و Retentive On Delay. من برنامج اللوجو هذا هو السيمبل للتايمر الـ On Delay Timer, وهنا شرح أيضا موجود في برنامج اللوجو. ولكن أفضل طريقة لفهم كيف يعمل التايمر هو تطبيق مثال بسيط حول التايمر. طبعا هذا التايمر يتكون من إدخال واحد وهو التريجر TRG, هذا إدخال. وبالنسبة لهذا الثاني, هذا ليس إدخال وإنما هو التي أي الزمن, قياس قيمة الزمن. أيضا شرح يمكن قراءته. الآن لنطبق مثال بسيط حول التايمر باستخدام برنامج اللوجو, لوجو فيرجن 8. فنستخدم الـ On Delay Timer من القائمة على اليسار Instructions, نختار الـ Timers, وهنا يوجد الـ On Delay النوع الأول. هذا هو الـ On Delay Timer. بالنسبة للـ On Delay Timer, أفضل طريقة نقوم بربط contact make contact على الإدخال بهذا الشكل. إذن حاليا أصبح لدينا I1 الإدخال make contact مرتبط مع الإدخال التريجر. نقوم بالتنفيذ. نلاحظ أن قراءة الزمن صفر, لا يقوم بالعد لأن الكونتاكت لوجيك 0. ولكن إذا قمنا بتحويل الكونتاكت إلى لوجيك 1, نلاحظ أن التايمر أصبح باللون الأحمر ولكن أيضا العداد صفر, لأن هنالك الحاجة إلى برمجة التايمر في البداية. نقوم بإيقاف التنفيذ. لبرمجة التايمر دبل كليك, أي نعطي الزمن. فنريد مثلا الأون ديلي على سبيل المثال 5, هذه تعني 5 ثواني, 5 ثانية. الآن نقوم بإعادة التنفيذ. صفر في البداية, نلاحظ أن التايمر قيمته صفر, لا يوجد عد في الوقت. عند التنفيذ نلاحظ أن التايمر باللون الأزرق يعني off, بعد 5 ثواني يتحول إلى اللون الأحمر on مرة ثانية. الآن نقوم بترسيت أو إعادة التايمر إلى وضع الصفر, أو نعمل الريسيت للتايمر. فقط نقوم بإطفاء المفتاح, إعادة المفتاح إلى اللوجيك 0 مرة ثانية. نقوم بالضغط على المفتاح الآي 1, نلاحظ التايمر بدأ بالعد وبعد 5 ثواني يتحول إلى اللون الأحمر أو إلى لوجيك 1. لفهم الموضوع أكثر, نقوم حاليا بإضافة Output Q. نقوم بإضافة Output Relay Coil, ونربط هذا Relay Coil بكونتاكت آخر Make Contact, ولكن نقوم بتحديد اسم الكونتاكت مثل التايمر. نلاحظ اسم التايمر T001, فيصبح الميك كونتاكت نقوم بكتابة T, نلاحظ مباشرة لدينا T001, أي أن هذا الكونتاكت تكون حالته مثل التايمر بالضبط, أي إذا التايمر لوجيك 0 الكونتاكت لوجيك 0, وإذا التايمر لوجيك 1 الكونتاكت لوجيك 1. نقوم بالتنفيذ مرة ثانية. الآن الـ I1 صفر, إذن التايمر صفر. طبعا الـ I1 هو يأتي من الـ PLC, الإدخال I1 مرتبط بالإنبوت للـ PLC, ولكن هنا في فقط عملية سيميليشن. الآن نلاحظ عندما نقوم بالضغط على I1 يبدأ التايمر بالعد ولونه أزرق والأوتبوت صفر لأن T001 صفر. بعد 5 ثواني 5 minutes, نلاحظ أن الكونتاكت T1 T001 يصبح لوجيك 1 والإخراج يصبح لوجيك 1. مرة ثانية نعيد العملية. الآن بدل 5 ثواني ممكن زيادتها إلى 7 ثواني. فنلاحظ أن الأوتبوت سيصبح on
بعد 7 ثواني، لأن التايمر يصبح on بعد 7 ثواني أي لوجيك 1، وهنا الكونتاكت يصبح on والأوتبوت يصبح on. هذا هو الـ on delay timer. نلاحظ هنا مثال لفهم الموضوع أكثر. لدينا الـ PLC من نوع logo، الإدخالات على الـ PLC طبعا هنا اللاين والنيوترال 24 فولت بهذا الشكل يرتبط. الإدخالات على الـ PLC لدينا الستارت بوتوم والستوب بوتوم. الستارت بوتوم من نوع النورمالي اوبن أي مفتوح بالحالة الطبيعية، والستوب من نوع النورمالي كلوز مغلق بالحالة الطبيعية، أي أن الستارت دائما يعطينا لوجيك 0، دائما لوجيك 0 لأنه دائما مفتوح، والستوب يعطينا لوجيك 1 لأنه دائما مغلق. في الإخراج لدينا ماطور، والماطور مرتبط إلى ريلي. طبعا السكيل يختلف فقط يعني رؤية الريلي بشكل واضح، ولكن بالحقيقة السكيل أكيد أن الريلي حجمه صغير والماطور حجمه أكبر من الريلي. إذا الموتور مرتبط إلى الريلي والريلي مرتبط إلى الـ PLC Q1. إذا Q1 عندما يصبح كلوز يعني لوجيك 1 الموتور سيعمل، لأن الموتور مرتبط إلى الريلي. طبعا الموتور مرتبط إلى الـ 220 فولت، نلاحظ مرتبط إلى الـ 220 فولت. الآن كيف أو المطلوب من السؤال أو المثال for the following circuit لهذه الدائرة program the PLC so that the motor will work after pressing the start button for 5 seconds. أي المطلوب عند الضغط على the start button لمدة 5 ثواني، أي نقوم بالضغط على the start button لمدة 5 ثواني، بعد الضغط على the start button سيبدأ الموتور بالعمل. إذن كيف نقوم ببرمجة هذه الحالة؟ أي 5 ثواني، نقوم بالضغط على الستارت بوتون 5 ثواني ثم يعمل الماطور. في هذه الحالة نحتاج إلى تايمر. طبعا بالتأكيد الماطور يعني عندما نترك الستارت سوف يعود إلى حالة الأوبن، فالمفروض أن الماطور يستمر بالعمل. هذا الموضوع يدخل ضمن موضوع اللاج، أي نعمل لاج للماطور حتى يستمر بالعمل، ونقوم بعمل اللاج بالسوفتوير داخل الـ PLC. نلاحظ كيف نقوم بعمل اللاج. هذا هو المثال. نلاحظ لدينا start الستارت بوتوم والستوب، ونضيف الاون ديلي. سأقوم بشرح العملية خطوة بخطوة على برنامج اللوجو قبل إضافة التايمر، ونلاحظ كيف سيعمل الماطور. إذن لدينا الإدخال الـ Start Button على I1 يرتبط بـ I1. إذن I1 نقوم بإضافة Comment هو الـ Start. Start. الآن نضيف الـ Output Queue فقط بهذه البساطة، هذا هو الـ Output. في هذه الحالة comment this is the motor أو هذا هو الموتور. في هذه الحالة عندما نلاحظ ماذا سيحدث، نحن نعود إلى الرسم، نلاحظ على المثال دائما الستارت open لأنه normally open أي دائما صفر، لذلك دائما الستارت نلاحظ أنه logic 0 لوجيك 0 والموتور منطفئ. الآن لو قمنا بالضغط على الستارت، أي قمنا ب press the start button، ماذا يحدث؟ يحصل هنا contact ويتحول إلى لوجيك 1 أي سيعمل الموتور في هذه الحالة. إذا قمنا بالضغط، نفرض أن قمنا بالضغط ونحن مستمرين الآن بالضغط على المفتاح، فنلاحظ أن الموتور سيبدأ بالعمل. ولكن عندما نقوم بترك يدنا عن الماطور عن المفتاح أو البوتوم، عندما نقوم بتركه ماذا يحدث؟ سيعود إلى لوجيك 0
إذا في البرنامج المفروض عند ترك المفتاح يعني release the switch يعود إلى الوضع 0 وبالتالي ينطفئ الموتور. إذا هذه الحالة غير مفيدة. نحن نريد عندما نقوم بالضغط على start ونترك الستارت الموتور سيعمل ثم يستمر بالعمل دون توقف. هذا يدخل ضمن موضوع اللاج. ما هو اللاج؟ اللاج نقوم بأخذ أيضا contact بهذا الشكل ونقوم بتسميته مثل الاوتبوت. بما ان الاوتبوت Q1 نقوم باخذ الكونتاكت بنفس اسم الاوتبوت. الان هذا يسمى لاتش، اي قمنا بادخال الاوتبوت على الانبوت. نلاحظ هذا هو الاوتبوت. الاوتبوت ياخذ من الستارت بوتوم وياخذ ايضا من نفسه من الموتور نفسه عندما حسب الحاله ياخذ من نفسه فسيستمر بالعمل وهذه تسمى اللاتش. الان نلاحظ ماذا سيحدث. الآن نلاحظ أنه الستارت بوتون حاليا بوضع الأوبن النورمالي أوبن فلوجيك 0. إذا نعود إلى البرنامج نلاحظ أن الستارت بوتون في حالة لوجيك 0 ولا يحدث أي شيء. إذا قمنا بالضغط على المفتاح على الستارت يتحول إلى لوجيك 1. نلاحظ الآن الستارت، نقوم بالضغط على الستارت تحول إلى لوجيك 1. إذا نحن مستمرين بالبريس، عملية البريس. إذا قمنا بترك المفتاح أو البوتوم يعني release the bottom المفروض المفتاح يعود إلى normally open أي إلى وضع اللوجيك 0. الآن نلاحظ عاد المفتاح إلى اللوجيك 0 ولكن ماذا حدث؟ استمر الموتور بالعمل. نلاحظ أن الموتور مستمر بالعمل. هذا ما يسمى باللاج. الآن لدينا مشكلة أخرى، كيف نقوم بإطفاء الموتور؟ لا يوجد طريقة. الآن برنامج في حالة simulation والسيميليشن مستمر. إذا لإطفاء الموتور علينا إضافة مفتاح آخر أو بوتوم آخر وهو الستوب. نلاحظ الستوب مرتبط إلى I2. إذا نقوم بإضافة مفتاح آخر في الطريق ليقطع لنا الكونكشن يسمى I2 في هذا المكان، نقوم بربطه بهذه الطريقة. الآن ماذا سيحدث؟ نقوم بالتنفيذ. الآن يجب أن ننتبه للآتي. الستارت يرتبط إلى I1 ودائما open يعني دائما logic 0. الستوب يرتبط إلى I2 وهو من نوع normally close. normally close يعني دائما logic 1. يعني بالبرنامج بالسوفتوير لا يجوز أن يكون بهذه الحالة، لا يجب أن يكون لوجيك 1. نلاحظ أن I2 هنا دائما لوجيك 1 لأنه هو الحالة الطبيعية لوجيك 1، فالإدخال دائما لوجيك 1 يجب أن يكون على I2. الآن سنبدأ العمل، نقوم بالضغط على الستارت فيتحول من لوجيك 1 إلى ميك كونتاكت، يعني عفوا يتحول من لوجيك 0 إلى لوجيك 1. إذا هنا قمنا بالضغط على الستارت، نلاحظ بدأ الموتور بالعمل. وعندما نترك المفتاح نلاحظ أن الموتور يستمر بالعمل بسبب وجود اللاج. إذن حاليا الموتور يعمل. كيف نقوم بإطفاء الموتور؟ نلاحظ لماذا يعمل الموتور. هنا لدينا normally close إذن دائما logic 1. عند الضغط على الستوب يتحول من normally close إلى open أي يعطينا logic 0. الآن نفرض أن قمنا بالضغط على الستوب، إذا يتحول من لوجيك 1، نلاحظ أحمر يعني لوجيك 1، هنا أيضا I2 لوجيك 1 يتحول إلى لوجيك 0. ماذا حدث؟ قطع لدينا التيار في هذا المكان، أصبح لدينا قطع هنا. عندما قطع التيار في هذا المكان أصبح الأوتبوت لوجيك 0 واللاتش أيضا لوجيك 0 وتوقفت العملية وتوقف الموتور عن العمل. إذا قمنا بترك يدنا عن الستوب يعود إلى لوجيك 1، يعود إلى الوضع الطبيعي اللي هو normally close أي make contact. إذن سيعود إلى اللوجيك 1، قمنا بترك المفتاح ولكن الموتور يستمر بوضع الأوف أو التوقف. نلاحظ الموتور أوف أو الكيو 1 0. إذن هنا start، نعطي start من هنا، ومن I2 هو الستوب. ممكن إضافة comment لل I2 comment stop. المطلوب من السؤال، الآن نعود إلى هذا السؤال، المطلوب من السؤال أن الموتور يعمل
بعد الضغط على الستارت بخمسة ثواني، يعني نوع من السيفتي في أحد المعامل أو المصانع أو المكائن. المطلوب أنه الماطور لا يعمل مباشرة إلا بعد الضغط على المفتاح لمدة 5 ثواني. إذن هنا يجب إضافة التايمر. كيف نقوم بإضافة التايمر؟ حسب هذا المثال نلاحظ نضيف التايمر بعد الستارت، ما بين الستارت والستوب، والتايمر أيضا سيتحكم بتشغيل الماطور. إذن يوضع التايمر في هذا المكان، الكونتاكت للتايمر أو الأوتبوت للتايمر. الآن نلاحظ ماذا سيحدث. نجذب الأون ديلي تايمر، هذا هو الأون ديلي، نربط الإنبوت له بهذا المكان، إذا ارتبط بعد الستارت، و أيضا make contact، ونسمي الكونتاكت باسم التايمر T001، التايمر الأول، هذا هو الكونتاكت. الآن نلاحظ ماذا سيحدث. الحالة الطبيعية I1 logic 0 و I2 logic 1، لأنه normally open و normally close. يجب أن نبرمج التايمر دبل كليك، نضيف له ديلي بمقدار 5 minutes أو 5 seconds، 5 ثواني، apply، okay. حاليا نلاحظ ماذا سيحدث عندما نقوم بالضغط على الستارت ونترك الستارت. نلاحظ أن الماطور لا يعمل، ليس كما في الحالة السابقة. لماذا؟ لأن التايمر لم يكمل 5 ثواني. نلاحظ أن التايمر في حالة الأوف. مرة ثانية نلاحظ بدأ بالعد، تركنا المفتاح، أيضا لا يعمل الماطور. ولكن لو قمنا بالضغط على المفتاح، ونحن حاليا مستمرين بالضغط لمدة 5 ثواني، إذا بعد الثانية الخامسة حتى لو تركنا المفتاح، نلاحظ أن الماطور بدأ يعمل ويستمر في العمل. لتوقيف الماطور عن العمل نقوم بالضغط أيضا على الستوب. إذا فقط نعطي الستوب، نقوم بالضغط على الستوب فيتحول إلى لوجيك زيرو، لأنه من نوع النورمالي كلوز، وعند تركه يعود إلى حالة الكلوز أي لوجيك 1، والماطور لا يعمل. مرة ثانية نعطي ستارت، نقوم بالضغط على الستارت لمدة 5 ثواني، نلاحظ الماطور حاليا لا يعمل، المصباح منطفئ لكيو 1، وبعد 5 ثواني يبدأ الماطور بالعمل. النوع الثاني لدينا هنا أيضا من ضمن هذه القائمة هو الكاونتر أو العداد، up down counter، يقوم بالعد التصاعدي والتنازلي. أيضا يوجد شرح، يمكن قراءة الشرح، ولكن أفضل شيء لفهم العداد أو الكاونتر باستخدام المثال. هذا الكاونتر لديه 3 إدخالات R C N T و D I R. إذا أفضل طريقة أيضا دائما التجربة العملية، نقوم بحذف جميع هذه السيمبلز. إذا نبحث عن الكاونتر، هنا تحت خانة الكاونتر يوجد up down counter. أفضل طريقة لفهم الكاونتر بما أنه يحتوي على 3 input، ندخل 3 contact، نجذب 3 contact I1 و I2 و I3. نربط الكونتاكت إلى خط اللاين أو الهوت، ثم نربطهم إلى إدخالات الكاونتر، إلى الأب والآي 2 إلى السي إن تي، والأخير إلى الدي آي آر يعني الدايركشن. الآن نقوم بالتنفيذ، نلاحظ ماذا سيحدث. الكاونتر حاليا نعطي 0 0 0، الكاونتر حاليا بوضع الأون، طبعا بوضع الأون لأنه لم نقم بإضافة أرقام هنا للأون والأوف. الآن نلاحظ ماذا سيحدث، لنقوم بالتجربة، نوقف السيميليشن ونعيده. أيضا في حالة أون، لماذا؟ لأنه الكاونتر 0، ولكن نلاحظ لو قمنا بإعطاء الـ I1 Logic 1 أي الـ R لا يحدث شيء،
قمنا بتغيير الثاني، لاحظ بدأ بالعد. إذن ال CNT يعني ال count أو العداد، ممكن معرفة الاسم. نعود إلى الشرح، أو الشرح موجود داخل البرنامج اللوجو معنى الرموز، ولكن ال CNT هو ال counter أو العد. نلاحظ كل عملية logic 1 ثم 0 يزداد العدد بمقدار 1. إذن أول شيء نستنتج أن ال CNT أو ال count أو الكاونتر يقوم بالعد التصاعدي. هنا الأسفل يسمى ال R يعني direction. نلاحظ logic 0 على i3 logic 0 عد تصاعدي. إذا غيرنا ال direction أعطيناه ال logic 1، نلاحظ ماذا يحدث؟ يصبح العد تنازلي، أي كل logic 1 ثم 0 يقوم بنقصان بمقدار 1. نلاحظ 1 قل بمقدار 1 ثم 0، 1 0 يقول 1. إذا الدايركشن يتحكم بالعداد، هل هو تصاعدي أو تنازلي. حاليا تصاعدي إذا كان الدايركشن logic 0، يعني i3 logic 0، وإذا أصبح i3 logic 1 يصبح العداد تنازلي. ما هو فائدة الـ R؟ الـ R يعني الـ Reset. إذن عندما نقوم بإعطاء الـ R Logic 1 مباشرة الـ Reset to 0 ويصبح الـ Counter باللون الأزرق يعني Logic 0، والآن نقوم بالعد لا يحصل أي شيء، لا تصاعدي ولا تنازلي، لأن الـ Counter في وضع الـ Reset. نقوم بإطفاء الـ Reset. الآن عاد الـ Counter للعمل ويبدأ بالعد، ويمكن أن يتحول من التصاعدي أو التنازلي. مرة ثانية ريسيت، إذن عاد إلى وضع الصفر. الآن نقوم بزيادة الأون إلى 5. ماذا يحدث؟ أبلاي أوكي. نقوم دائما ريسيت. نلاحظ أن الكاونتر أوف باللون الأزرق، الكاونتر أوف باللون الأزرق. الآن بدأ العد، ونلاحظ أن الكاونتر مستمر باللون الأزرق يعني لوجيك زيرو. عند الرقم 5 يصبح الكاونتر on logic 1، وعند 6 يستمر on. لماذا؟ لأن قمنا بتحديد ال on عند الرقم 5. لو قمنا بتحديد مثلا ال on عند الرقم 3، أوكي. الآن أيضا مرة ثانية reset، نلاحظ أن الكاونتر off 1 2 3. عند الرقم 3 يصبح الكاونتر on مرة ثانية. زين، نقوم بعمل العد التنازلي. نلاحظ أن الكاونتر يستمر في وضع الأون لأن الأوف معطى صفر. الآن نعطي الأون 5 والأوف 2، ماذا يحدث؟ نقوم بريسيت، نبدأ بالعد. نلاحظ أن الكاونتر في حالة أوف، عند الفايف يصبح أون، وإذا استمرينا يستمر on. مرة ثانية، ونلاحظ هنا الـ off عند الـ 2. نبدأ بالعد التنازلي، هو on حاليا. لاحظ on. عندما يصبح الرقم تحت الرقم 2 يعني 1 أو 0 أو يصبح 1 يعني بشكل محدد، أي رقم 1، يتحول إلى هذه. فهم دائما الكاونتر أو التايمر نحتاج إلى تجربة لكي نفهمها بشكل دقيق. أيضا يمكن أن لفهمها أكثر نربط كونتاكت، ونسمي الكونتاكت باسم الكاونتر C. نلاحظ مباشرة لدينا C001 Up Down Counter، نفس اسم الكاونتر. هذا الكونتاكت نربطه مع Relay Coil أو الأوتبوت للـ PLC، ونقوم بالتنفيذ. الآن نلاحظ دائما نضع الـ Reset على Logic 0 لكي يعمل Counter. أيضا نقوم بالعد التصاعدي. نلاحظ حاليا الـ Q1 Logic 0 عند الرقم 5، لأن الأون 5 يصبح لـ Q1 Logic 1. في العد التنازلي عند الرقم 1 يصبح off أو يعود إلى وضع الـ off.
إذن سيطرنا على الإخراج باستخدام الكاونتر. هنا شرح لي الأمور التي قمت بشرحها قبل قليل. إذن مثال: For the following circuit, program the PLC so that the motor will work after you push the start button 3 times. Use up down counter. إذن المطلوب في هذا السؤال أن الموتور يبدأ بالعمل بعد أن نقوم بالضغط على الستارت أو press the start button for 3 times، أي نقوم بالضغط على الستارت button 3 مرات، 1، 2، 3، ثم يبدأ الموتور بالعمل. إذن لعمل هذه الحالة نقوم بنفس طريقة التايمر اللي شرحته الذي قمت بشرحه قبل قليل، ولكن نستخدم الكاونتر بدل التايمر. نستخدم الكاونتر ونبرمج الكاونتر، نلاحظ الآن عند 3. إذن هنا إذا قمنا بهذه الطريقة سيعمل الكاونتر عند الرقم 3، ولكن ننتبه هنا الكاونتر طبعا الDIR لا يوجد، يعني لا نقوم بربطه لأنه نحن نحتاج العد التصاعدي فقط، ولكن يجب مع إطفاء الماكينة بعملية ريسيت دائما. كلما نقوم بإطفاء الماكينة يجب عملية الريسيت للكاونتر. كيف نقوم ريسيت؟ طبعا الماكينة تنطفي بالآي 2، الآي 2 أو الستوب هو الذي يقوم بإطفاء الماكينة أو الموتور. إذا الستوب يجب أن يرتبط بالكاونتر حتى يقوم بعملية ترسيت الكاونتر. بما أن الريسيت، عملية الريسيت تكون عند اللوجيك 1 ريسيت، إذا نستخدم آي 2 ونعمله من نوع النورمالي كلوز، أي نعكس العملية. لماذا؟ لأن بالمثال نلاحظ دائما هنا لدينا لوجيك 1، الآي 2 لوجيك 1، فإذا قمنا بوضع، يمكن من الأفضل أن نقوم بعمل المثال على اللادر يكون أوضح. نفس الكاونتر، الكاونتر كالآتي: نقوم بربط الآي 1 هو للستارت، وآي 2 للستوب، ولدينا نقوم بوضع اسم نفس الكاونتر، نفس طريقة التايمر المشروحة بالسلايد السابق، ثم الأوتبوت. الكيو، ولا ننسى إضافة اللاج باسم الكيو نفس الأوتبوت لكي يستمر في العمل. هنا يقوم أيضا الكاونت بوضعه على بعد الآي 1 ليبدأ بالعد. الآن نقوم بالتنفيذ، نلاحظ أن الكاونتر، طبعا نبرمج الكاونتر ب3، نلاحظ أن ماذا سيحدث. نقوم بالضغط على الستارت 3 مرات، إذن 1، نلاحظ بدأ الكاونتر بالعد 1، والآن الكاونتر لوجيك 0 أي C001 لوجيك 0 والأوتبوت 0. 2، أيضا نلاحظ أن الموتور أو الكيوان 0، ثم عند 3 يصبح الموتور ON. إذن هنا يوجد مشكلة، العملية حاليا صحيحة. لو قمنا ب إطفاء الموتور من آي 2، قمنا بالضغط على الآي 2، المشكلة التي ستحصل أن الكاونتر نلاحظ يبقى لوجيك 1، يعني بالحالة الثانية فقط. الآن تركنا الآي 2 أي الستوب بوتوم، عندما نقوم بالتشغيل مرة ثانية مباشرة يعمل الموتور بدون عد. لماذا؟ نلاحظ أن الكاونتر لم يترست، نحتاج إلى عملية الريسيت للكاونتر. لعمل الريسيت نضيف نفس الستوب الآي 2، ولكن هذا غلط، لا يجوز إضافة لا يمكن إضافة الآي 2 من نوع النورمالي أوبن بهذا الشكل. لماذا؟ لأننا نقوم بالتنفيذ مرة ثانية، دائما آي 2 هي لوجيك 1، لأن من الإخراج أو من الأوت أو من العفو من الإنبوت دائما هي من نوع النورمالي كلوز، أي دائما لوجيك 1. إذا آي 2 دائما لوجيك 1، هنا لدينا دائما لوجيك 1، إذا دائما الكاونتر في حالة الريسيت ولن يعمل الكاونتر أبدا. لذلك لحل هذه المشكلة نستبدل النورمالي أوبن أيضا بنورمالي كلوز، آي 2 نورمالي كلوز هنا داخل البرنامج. في هذه الحالة الذي سيحصل هو الآتي: بما أن المفتاح الخارجي هو نورمالي كلوز أي لوجيك 1،
وهنا لدينا بار معكوس اللوجيك 1 هو لوجيك 0، اذا دائما سيكون لوجيك 0. نلاحظ هذا الكونتاكت هنا او البريك كونتاكت يسمى، او النورمالي كلوز، دائما لوجيك 0 لانه دائما المفتاح في حاله لوجيك 1. دائما في الخارج لدينا 0 1، اي الستارت 0 الستوب 1. نلاحظ لدينا الستارت 0 الستوب 1 في هذه الحاله، هاي الحاله النورمال. نوقف السيموليشن ونبدا حاليا مره اخرى، نقوم بعملية الستارت 1 2 3. نلاحظ عند الثلاثة بدأ الماطور بالعمل. حاليا إذا أردنا إيقاف الماطور نقوم بالضغط على الستوب، إذا نقوم بالضغط على الستوب، نلاحظ أن الماطور توقف، وأيضا تمت عملية الريسيت للكاونتر بنجاح، وممكن تشغيل الماطور مرة أخرى بنفس الطريقة. الموضوع الأخير هو الـ Rentative on Delay، نوع من الآخر من الـ Timers، وهنا الشرح لهذا التايمر. أفضل طريقة دائما كما ذكرت أفضل طريقة للتايمر هو باستخدام التجربة. إذا هذا النوع من التايمر يحتوي على Reset، نقوم بهذا جميع الـ Symbols، نوع آخر نستخدم التايمر، ويمكن تجربة جميع أنواع التايمر لفهم الموضوع. فقط نأخذ عينات الـ On Off Delay، الـ Retentive On Delay، هذا النوع نستخدم هذا النوع. هذا النوع من التايمر يحتوي على إدخالين، هما الأول الـ Trigger والـ Reset. إذا نحتاج Two Contact لاختبار التايمر وكيف يعمل. نجلب I1 و I2، إذا لدينا I1 و I2 بهذا الشكل. نقوم بعملية التنفيذ، نقوم ببرمجة التايمر على سبيل المثال 5 ثواني. نلاحظ حاليا لا يعد التايمر لأن الريسيت في حالة لوجيك 1. نصفي الـ I2 فقط، هذا لاختبار التايمر. نعطي I1 Logic 1، نلاحظ أن التايمر بدأ بالعد، وبعد 5 ثواني يصبح On، ويمكن عملية الريسيت لهذا التايمر فقط عن طريق I2 مباشرة. نلاحظ حدث عملية الريسيت، بدأ بالعد مرة أخرى لأن I1 هو 1 أو Logic 1. إذا هذا هو الـ Rentative On Delay، لديه استخدام مهم الـ Rentative On Delay. ممكن أن نستخدمه بدل دائرة اللاتش، مشروع في هذا الملاحظات هو أبسط من دائرة اللاتش. في الحالة السابقة كنا نستخدم دائرة اللاتش، هذه دائرة اللاتش، ونضيف من الأوتبوت، نضيف فيدباك من الأوتبوت حتى يستمر الماطور بالعمل. هنا يمكن تبسيط العملية باستخدام الريتيف أون ديلي. فباستخدام هذا الديلي لا حاجة لعمل اللاتش، فقط نقوم باستخدام التايمر، نربط الستارت بوتوم على التريجر، ونربط الستوب بوتوم على الريفرس، ونعمله من نوع البريك كونتاكت، ثم ناخذ نفس اسم الديلي T001 قبل الماطور بهذا الشكل. في هذه الحاله يصبح لدينا نوع لاتش بسيط جدا بدون ان نعمل اللاتش، فقط باستخدام الرنتيتيف. يمكن تجربة هذه باستخدام البرنامج لاحقا، لن أقوم بتجربتها. وهذا كان كل شيء لهذه المواضيع الثلاثة، الـ Rentative on Delay والـ Up Down Counter وأيضا الـ On Delay. شكرا.